اليوم رح نحكي بعض ملامح أقوال قيلة العهد القديم اللي الآباء رجوها على ضوء ظهور الرب يسوع في الجسد، وهيدي بالصلوات الميلادية تذكر هذه الأقوال أو النبوءات أو التطلعات إلى الأمام. هلأ إذا بتلاحظوا بالأناجيل اللي ذكرت عن ميلاد السيد تذكر بعض من هذه عند متى كما قيل بالنبي القائل كما قيل بإشعياء كما قيل إنه إري متى العهد القديم وهذه النبوءات على ضوء خبرته الشخصية، خبرته الروحية، خبرته اللي بدكم بلقائه بالسيد وما اختبره بعمل الخلاص اللي قام في الرب. كل مسيرة الشعب أو كل مسيرة الله مع الشعب في العهد القديم كانت مبنية على أساس أن الله قرر وهو مقرر سابقا أن يخلص الإنسان من ما وقع به الإنسان أو مما أوقع الإنسان نفسه به، محاولات تربية، تعليم، أقوال، أحداث، كل ما يصيب أمر يجي حدا يقول له تعلموا من هالأمر. باللغة بصير يقول الله وصلكم لهون لتتعلموا. الناس بصير يغروا انه الله وقعهم، الله ضربهم، الله شايلهم. مقصود انه وصلتكم لمطرح حتى بس تواجهوا اي امر تتعرضوا له تتعلموا اني انا هو الرب الاله ولا اله غيري. مش لانه بدي جماهير تزقف لي، لانه بعرف انه الخلاص لا ياتي الا بي، وخلاصكم لا ياتي الا بي. والناس لا تفقه ولا تتعلم. اذا كان هناك وعد دائم، وعد دائم من الله بدي خلصكم، بس في شروط معينه للخلاص هو ملخصة بكلمة واحدة، اقبلوا. بس اقبلوا، كلمة اقبلوا يعني ما تحطوا بس ولكن، مثل ما بتعرفوا صرتوا تعرفوا لغتي، يعني انه لو 10 ساعات ضليتك تقول موافق وبعد 10 ساعات من كلمة موافقة وموافقة حطيت كلمة لكن، بيعني كل ما بدك تحكي من بعد لكن بيضرب كل شيء في حالة من الاعتراض. بس دايما الإنسان عنده هالشغلة، لأنه لكن تبعيته بتعني إنه كل شيء عرضته علينا يا الله ناقص، نحن بدنا نكمله. بعد في شيء من عنا بنحب نقوله، بيسائل كل اللي حابين يكملوه ويزيدوه على اللي قاله الله هو عمليا ضرب كل ما قاله الله. عم بقول له بدي شي حدا اذا عرضت مشروعي الخلاص له يقول لي ايه بدون لكن. ومر التاريخ كل العالم تقول لكن الا واحد اجا يسوع ما قال لك. كل اللي ابنه يسوع دلوا وقالوا اذا كل ما تحدث عنه الانبياء قديما هو كان للدلاله على هذا الشخص يلي انتظرناه طويلا وتحقق وعد الله ليسوع. مش هيك؟ من بعد يسوع صار يقرأ العهد القديم من منظار تحقيق
الوعد، انه الله وعد لدرجه اي جمله اي كلمه بتحكي هيك عن تطلعات مستقبليه صار يقروا يقولوا اذا هيدا عن يسوع الناصر. مثلا المزمور 2 في جمله بتقول انت ابني وانا اليوم ولدتك، صار يقروها من بعد مجيء يسوع على ان هذه تنطبق على يسوع، انت ابني وانا اليوم ولدتك. قبل المزمور كان موجود، امتين كان يتصلى هذا المزمور؟ امتين كان ينعاد؟ يوم تنصيب الملك، يعني كل ما ينصبوا ملك يقولوا له هالمزمور، بمعنى بوقت ما صار ملك بلحظه تنصيبه ملك صار ابنا لله. ليه؟ هو يلي بيفرج الناس مين بيه، مين الله. يعني الملك هو الذي يعكس ألوهية الله بين شعبه، ولكن فهمه انه ألوهية الله تعني قوة الله، سلطة الله، عظمة الله. مش هيك صار الملك يتصرف بتسلط وبقوة على غيره نافيا الصورة الثانية اللي بيعكس فيها صورة الله، رحمة الله، عدل الله، حب الله، مهتم. مشان هيك كانت مشكلته مع الله انه كل الملوك اللي اجوا ما فرجوا صورتي، ايقونة الملك هو ايقونة الله. الناس بتطلع بالملك ما بتشوف ايقونة الله. هيك عم بقول بدي ملك اذا ملك هيكون ايقونتي. مش هيك كل فكرة الايقونة، بس تطلعوا بالايقونة بتوديكم للشخص المرسوم، ما بتوديكم للخشبة، للشخص. هو الملوك اللي تكاثروا كانوا عم بفرجوا الناس بس الخشبة، تضرب على الخشبة قساوي أو الصنم. إذن ما بعد الأيقونة، ما خلف الرسمة اللي هي الشخص، ما حدا حققها. كتاب العهد الجديد قالوا هيدا هو اللي حققها يسوع. مش هيك؟ لقد تحقق وعد الله بيسوع واكتفى. يعني من بعد يسوع ما في حدا. يعني هل هناك وعد آخر بعد الله مخبيه براسه ما ظهروا بده يظهروا بعد من بعد يسوع؟ هن عم يقولوا لا، كما قال الرسول بولس إن الله كلمنا بالأنبياء وفي آخر الأزمنة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. يعني إذا واحد وارد كل شيء، وين عم تروح عند واحد تاني مش وارد شيء؟ وبرضه بعده الإنسان يذهب حتى يروح يشوف ورثة عند غير يسوع، وخصوصا الذين قبلوا يسوع. مش اللي ما قبلوا، عم نحكي على اللي قبلوا. هلا اللي قبلوا يسوع ما زالوا يتهافتون على أوهام آلهة لا يلحقوها، بركة بيطلعوا شيء، وكل الوردة هي مع هذا المتألم دائما يسوع. مش هيك؟ كل صور أحاديث وقصص الولادة بالعهد الجديد دائما بتحكيكم إنه عم تحكي عن ميلاد يسوع، بتعطيكم صفات الميت. صفات الميت المولود يسوع من بارتا هو مين؟ هذيك الملفوف بأقمطة، هو تمت يسوع لفلفوه بأقمطة. وقت ولد يسوع عند متى ارتجت أورشليم واضطربت هيرودس وكل الشعب، شو قرروا؟ يقتلوا كل ولد تحت السنتين حتى يموتوا يسوع. صورة الميت
الميت شو بمعنى؟ المرفوض، مرفوض من الشعب. من مين اي شعب؟ من الشعب يلي اصلا منتظر انه الله اللي وعده يحقق له الوعد، وبس حقق له الوعد قالوا مش هذا هو. اذا مين عم بمشي مين؟ الشعب بمشي الهه. وين الشعوب اللي بتمشي اليها؟ هن الشعوب الوثنيه، لانه بيحملوا الصنم وبياخذوا مطرح لمطرح، بيكون على الجبل بيصير على ثاني مطرح. اذا اراد اليهود ان يمشوا اليهم مثل ما كل الشعوب بتعمل، مشان هيك قال لهم انتم لستم شعبي، انا عم دور على شعب انا مشيهم مش هن يمشوني. رح فرجيكم صوره عن الشعب يلي انا بمشيه ولا يعترض. الشعب اسمه يسوع، مش المسيحيين، لانه من بعد يسوع المسيحيين صاروا مثل اليهود بنفس الطريقه، كمان بيعترضوا وبدوا يمشوا الله مثل ما بدهم. قول إشعيا النبي بالاصحاح السابع: ها ان العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره بعدين ان متى الله معه. بيقول: وحدث في ايام احاز الى اخره. شو بدك تقول؟ ما تخاف، عم بيقول له للملك تبع المدينه، ما تخاف لا انت ولا شعبك، لانه الله ما بيتركك. قال له: كيف ما بدي خاف؟ ما انا محاط، هاي المدينه محاط بكل الاعداء، ما في منفذ فل، يعني الانهزام والخساره واقع على محاله وما في خلاص. بيجي واحد مثل اشعيا بيقول له للملك وللمدينه المحاصره: لا تخافوا، لانه ما بتسكر. شو ما تخاف؟ لانه تخيل واحد بزلزال، عم ببلش الزلزال والابنيه عم تتهدم، بيجي واحد بيقول لك ما تخاف. كلام خارج المنطق، لا بل مش بس خارج المنطق، هالكلمه تخلق لك عداوه مع اللي عم بيقول لك لا تخاف، ما بتطيقه. هلا وقتها تقول هيك؟ إذا هذا بصير وهم، وهي المشكلة. كلمة النبي اللي هي كلمة الله هي الحقيقة، بيواجهها الإنسان بأنها وهم، ويصدق المشهد اللي حواليه على أنه هو الحقيقة. إذا بتصير أنت أمام حقيقتين، أي حقيقة بتتبع؟ الحقيقة يلي بيقولها الله، ولا الحقيقه يلي بتشوفها بعيونك الترابيتين؟ الناس شافوا بعيون الترابيتين. هلا ليش؟ لانه كلمه الله غير مدركه، غير معقوله، يعني لا تعقل بالعقل البشري. بس وهنا يتدخل موضوع الايمان، هل تقبلها يلي هي غير معقوله؟ لا تصدق بربكم. شفتوني شي كلمة من الله تصدق؟ ولكن كلها صدقت. يمكن لا تصدق ولكنها صدقت. قال له يعطيك الرب آية: لا تخف ولا يضعف قلبك، لكن يعطيكم السيد نفسه آية. هل الفتاة من إشعيا بيقول الفتاة ألمع، ألمع. هلا بقول ليش عم بقول هالكلمة؟ بالنص العبري ألمع، هالفتاة تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. عم آل، عم يعني مع، قال الله، الله معنا، عمانو يعني معنا. قال له بتسمي هيدا الولد عمانوئيل، الله معنا.
يعني بوجود هالولد يظهر حضور الله كاملا، والمدينة مضوقة وعم تنضرب. فطبيعي انه ما صدقوا. شو قال إشعياء بالاصحاح 80؟ قال لهم خذوا هذه الوصية وسروها، حطوها بسرة، حطوها تحت التراب، لأنه بده يجي وقت تتحقق. يأتي متى؟ شو بقول متى؟ ها إن بدل ما يستعمل كلمة ألما استعمل كلمة باليوناني، قال متى كتب باليوناني، استعمل كلمة عذراء، يعني لو كان بالعبري بده يكتبوا عذراء كانوا كتبوا بيتولا، بيتولا بتول. بس الغريب لو قلت شوي نصوص، لما انكتب إشعياء النص بالعبري واليهود تشتتوا على بلاد تاني صاروا يعرفوا اللغه اليونانيه، اجى مين ترجم النص توراة العبري لليوناني ليفهموه، يلي سموها الترجمه السبعينيه، يعني ترجمه الكتاب المقدس العهد القديم من العبري لليوناني سموها سبعينيه، لانه القصه بتقول 70 شيخ 70 يوم اشتغلوا على الترجمه طلعت نفس الترجمه 70 واحد. الله ما تصير هاي القصه ليأكدوا على اذا بدكم قوتها بالترجمه. لما ترجموا اليهود لما ترجموا النص العبري تبع إشعياء على اليوناني استعملوا كلمه انه عم يترجموا النص لازم يترجموا هيدي يعني فتاه، استعملوا كلمه بارثينوس باليوناني تعني العذراء بيتولا، حتى هن فهموا لترجموا انه مش حيالله ولد هيدا، لازم يكون ولد اصبع الله بس فيه. مش هيك كلمة فتاة يعني بتقدر تكون مجوزة. بالترجمة شالوا كلمة ألما وحطوا كلمة بيتولا. متى قال هيدي هي القصة. بارثينوس على عذراء، وما قال كلمة ها إن عذراء بدون قال التعريف. ها إن العذراء، كلمة ال يعني هي عذراء قبل الولادة وفي الولادة وما بعد الولادة عذراء. مش هيك الفن اللي رسم الأيقوني بيرسم بيحط على العذراء ثلاث نجوم على كتفها وعلى راسها وعلى كتفها. شوفوا الفن البيزنطي كله، يعني هي عذراء قبل الولادة وفي الولادة وما بعد الولادة. كيف بيقروا هذه القضية على ضوء يسوع الناصر؟ هلا إشعياء دايما كان يقول لهم بوقت الشدة ووقت الإفلاس ووقت ينتهي الزمان بالنسبة لكم يبدأ زمن الله بعيدا، وقت بفكركم ينتهي زمانكم بسبب الشدة اللي حواليكم يبدأ زمن الله بوقت انتهاء زمانكم. هلا تتذكروا قول بولس لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. إذا كل هالقصة ليش يعملها؟ لننال تبني. شو يعني بتبنيك الله؟ تاخذ الورطي، تتقاسم الورطي مع يسوع، يعني بصير يطلع له قد ما بيطلع لك، او بيطلع لك قد ما بيطلع له. معقولي انا اخذ قد يسوع ما بيطلع له هو شي شوي؟ ابدا. شو هال الله؟ ما بيصير، ما عنده عدل. تمام، مين عم بيحكي على عدل؟ عم نحكي على الرحمه، عم نحكي على المحبه. المحبه لا مساواه فيها. مش اذا بتحبوا يعني تعملوا مساواه؟ المساواة ما بالضرورة تكون لها علاقة بالمحبة، لأنه أكثر المساواة هي ضرر
للأقل. مثلا أنت عندك ثلاثة مسؤول عنهم، بدك توزع مال على ثلاثة، في واحد بحاجة أكثر من اثنين، وقت بتوزعهم بالتساوي هذا بينظلم لأنه ما كملت له حاجته. إذا بتعطيه أكثر بتنقص من هدول، هدول بيزعلوا ليش؟ مثلنا مثله، ليش ما بتعملنا مثلنا؟ عيون الله غير عيونك. إذا الله الذي قرر خلاص البشر ما حدا غيره بيعرف الطريقة. أنت بتقبل الخلاص وبتشارط عليه؟ هاي مشكلة اليهود، هاي مشكلة المسيحيين، هاي مشكلة كل البشر، بس مشكلة يسوع ما كانت موجودة. فإن الله عذراء تحبل وتلد ابنا. شو قال له أبي إشعيا؟ قال له وأنتوا بتسموه عمانوئيل. متى شو قال؟ هيدا الجمال. ما قال له أنت بتسميه؟ تتذكروا؟ لأن عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه ويدعى. يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. اذا العذراء تحبل وتلد ابنا. الاساس بالموضوع هو ان بكل قصه الولاده لا دخل لإنسان فيها. قالت ليش بعد ما ولدت بقيت عذراء ولا ما بقيت عذراء؟ هذا تخبيص برات الصحن. لأنه الناس يلي اخترعوا هالنقاش إذا بقيت عذراء ولا ما بقيت عذراء، هن مش همهم عذراء. همهم يسوع مش قبلني فيه كما هو، بدهم يغيروه. مش هيك قعدوا يتسلوا إذا جابت أولاد ولا ما جابت أولاد. نحن عم نحكي بكل حدث ولادة يسوع، لأنه الإنجيل عم يحكي عن مين؟ عم يحكي عن يسوع، ما عم يحكي عن العذراء. عم يحكي عن المولود. هذا المولود لا دخل لإصبع إنسان فيه. هيدي الصورة موجودة بأقل درجة شوي بقصة إبراهيم وسارة وإسحاق. بأقل درجة مثل ما قلنا إنه إبراهيم ختيار وسارة ختيارة بمشيئتهم ما بيجيبوا أولاد. يعني إذا ناموا مع بعض ما بيجيبوا أولاد، بس طبيعية. كان لازم يتدخل إصبع الله ليجيبوا أولاد. شو بيضحك؟ مرة عمرها 80 سنة، واحد عمره 90 سنة، بيقول لهم الله بدكم تجيبوا ولد. النتيجة يضحكوا. اضحك، مشان هيك قالوا بتسموا للولد اضحك. اضحك اضحك اضحك، حتى تضلكم تتذكروا انه ضحكتوا على كلمتي الموعودة اللي بدها تتحقق. انت لازم تصدقها لانه بدها تصدق. سارة ما صدقت، ابراهيم صدق، بس مش وقف مشروعه لانه ما صدقت، كمل. بس قال لها كل ما تعيطي له وتتذكري انك ضحكتي وما صدقتي. بالعهد الجديد لوقا وقت بيو ليوحنا المعمدان فات على الهيكل طلع اخرس، قال له ما بتذكر الاسم الا وقت يولد الولد، خليك اخرس. ليه؟ لأنه زكريا كمان ما كان مصدق. بس لما حكي مع العذراء قال له بده يجي مني قدوس الله. شو قالت له؟ كيف رح تصير؟ مش انه بصدق ولا ما بصدق، قبلت انه رح تصير، بس فينا اعرف كيف؟ مش معقول، انا لم يلمسني رجل، كيف ممكن؟ قال له هيدي القصه. اصبح الله بالخير. شو قالت له؟ ها انا
بتضلك تحكي. أعطاها قدرة الكلام، ولكن العذراء بإرادتها أبت أن تتكلم. شفتوني بالإنجيل شي مرة العذراء حكيت غير مطرحين جملتين، جملة قالت ها أنا عمة للرب، وجملة تانية مهما قال لكم هو فافعلوه. هيدي هي العذراء، يعني اللي بيولد المسيح هو الذي يشع منه الرب، وذات الوقت يختفي بلحظة شعاع الرب ولم تتفوه إلا وقت بلش برسالته. قالت له تعال تحكوا معي روي. هلا إذا بدكم لو نطلع شوي من الموضوع نقشوها، مش إنه روحوا تبنوها، نقشوها. لما بعز قانا جليل قالت له ما عاد عنده الخمر، شو قال يسوع؟ ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. لو كان المقصود انه عم بيقول لها شو خصني وخصك نحن بعد ساعتي ما اجي، كان لازم تسكت العذراء. شو قالت؟ مهما قال لكم فعلوا. شو قال لهم؟ روحوا جيبوا واعملوا. كمل العجيب. لهون الناس شو بيقولوا؟ ايه بس امه حب يكرمها ما بدي طلعها خجلاني. انجيل هيدا منو كليله ودمنا، انجيل خلاص. انا قراءتي للموضوع بقترحه عليكم ما انتم مشغولين فيه. لما قال لها ما لي ولك يا امراه باليوناني لم تاتي ساعتي بعد، انا بقراها الم تاتي ساعتي بعد، الم تاتي ساعتي بعد، بعد ما اجيت. هل قد هو مستعجل ليحقق انه خلاص مشان هيك قال لها رح نعملها لفرجيهم انه متحرك لساعه تصير. مش هيك قال لها يا امراه، مش قله احترام ولا قصه تكريم، قصه اللي كتب الانجيل عم يعمل لينك بين وقفته على الصليب وبين عرس قانا الجليل. على الصليب شو قال لها؟ في غير هالمطرحين قال لها يا امراه؟ هل على الصليب عنده وقت ليقعد يحتقر امه؟ يا امراه، كلمه امراه، انت حواء الجديده، حواء الماضي ساقط، هلا بدنا نعمل نسل جديد. انت الامراه هو ذا ابنك. مين ابنها؟ مين يوحنا؟ شو عمل بالانجيل يوحنا؟ لوين وصل؟ على الصليب مع العذراء. في حدا غيره وصل من تلاميذه؟ اذا نسل حواء الجديده هو اللي بيمشي مع يسوع للاخر. هيدي هي القصه. مش انه هي بدنا نقعد ندافع مع شو بيحكوا البروتستانت. قال لها يا امراه تعال نلاقي مخرج لنطلع يسوع مش غلطان. قال لها يا امراه لا، بعرس قانا الجليل شو كان فيه؟ عجيبه شو؟ مي؟ خمر. على الصليب شو طلع من جنبه؟ مي ودم. شفتوا التشابيه؟ بعرس قانا الجليل فأظهر مجده فآمن به تلاميذه. على الصليب أظهر مجده وآمن فيه قائد المئة الوثني. إذا الكل شفتوا قراءة الإنجيل بدها تكون مربوطة لأنه في هدف واحد. أن الخلاص تحقق بيسوع لمين؟ لإلكم أنتم الناس اللي ما بحق إلكم تخلصوا. هذه ما تنسوها. الله خلصنا اللي ما بنستحق نخلص. اوعى تفكروا لأنه بنستحق، لأنه اليهود هيك فكروا. إنه لو ما عندنا شيء مميز ما كان اختارنا. قال لهم أنا اخترتكم لأجل قدسي. ما أنتم مثل اليبوسيين ومثل غيركم اللي قبلكم ومثل اللي حيجي بعدكم. البعض. إذا لما أنتم بدكم تعيدوا الميلاد عم بتعيدوا لمين؟ لميلاد السيد الذي خلصنا. خذوها قاعدة. أوعى تحكوا عن الله.
اوعى تفكروا بالله الا ما تحطوا معه من بعد كلمه الله، بس تيجي على فكره كلمه الذي اوعى تنسوا الذي. وهيدي يا اخواني مش عم بحكيها تسلى، لانه الله بالعهد القديم كل ما يحكي مع موسى، كل ما يحكي مع كل واحد من يلي جيبهم يقول لهم انا الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر، انا الهكم الذي ظهر لكم، انا الهكم الذي شو اله حدث، اله يظهر بالحدث بالفعل، ليس اله مكان. مش انا اله يلي موجود بهيكل اورشليم، ما قال اله الحدث، يعني يظهر بفعله. لانه اذا اله مكان بتروح انت بتزوره بتحبه هونيك، وهيك فكروا، هيك فكروا اليهود لما تهدم اورشليم عملوا مناحه. ليه؟ راح هيكل الله. قال لهم اذا راح هيكل الله بقى انا الهيكل الحقيقي، وين ما كان بعمل هيكل. وهيك يسوع قال لهم اهدموا هذا الهيكل، بثلاث ايام ببنيه. شو ثلاث ايام؟ بموت وبقوم، يعني يصبح هيكل الله، هذا هو الحي. اذا الانسان يرى بعيون مختلفه تماما عن عيون الله، ولكن الله عيونه بتقول اخذت على عاتقي خلصك بالرغم من كل شيء. كلمة بالرغم من كل شيء يعني بالرغم بالأخص من كل عجائبك، بكل ظنونك، بكل أفكارك، بكل سلوكك. عليك فقط شرط واحد، أن تقبلني. بس مش هيك يأتي إشعياء ويقول في الإصحاح 11، أنا أحكيكم عن إشعياء كنبوءة التربية والنهاية، هلا نحكيكم كنبوءات الخلاص. ويخرج قضيب من جذع يسر. شو قضيب؟ جذع. ليكو هيدي الشجرة تعتبر شجرة يسر، تعرفوا يسر يعني داود، يسر داود بيو. قال يخرج قضيب من جذع يسر وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. مين هيدا؟ بده الله يطلع من سلالة يسى جذع قضيب. قبل ما كمل، إذا أخذتكم على متى، بيقول متى دائما، إذا بتلاحظوا متى بيقول كما قيل بالأنبياء بالنبي، كما قال النبي، كما قال. في مطرح واحد بيقول لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. إذا بتقرأ العهد القديم كله ما في ولا نبوة بتقول هيك. أولاً أول مرة بقول بالأنبياء، لأنه ما في كل الأنبياء بقولوا نفس النبوة، كل نبي بقول نبوة. قبل كما قال بإيريا، كما قال إشعياء، كما قال النبي، بس أنبياء ما في. طيب متى بيقول كما قيل بالأنبياء؟ إذاً عملياً إذا بدكم تحكوا على حقيقة، ما في نبوة بتقول سيدعى ناصريا. إذا كيف المخرج لهالآية؟ شو ما بيكسب؟ مش قاري مظبوط العهد القديم؟ هو لأنه قاري العهد القديم كتبها. كلمة هون يفهمون، كلمة القضيب الجزء من أصل يسر بالعبري شو هي؟ نتسر، نسرة، بيقولوا في فكرة نسرة؟ ها؟ نتسر. إذا هيدا النبوءة تبع إشعياء عم بيقول سيخرج من سلالة يسى شخص هو عنده الروح كله، هو عنده كل المعرفة، كل
هو النتسر مش هيك متى بيقول سيدعى نتسرية ناصرية. هذا هو يعني النبوة، انه عم بحقق كل نبوة يسوع. شفتوا قراءة على ضوء مين؟ على ضوء يسوع الناصر اللي صار يقرأ العهد القديم كله. مش هيك بإشعياء اصحاح 28 بيقول لذلك هكذا يقول السيد الرب ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب، وأجعل الحق خيطا والعدل مضمارا. إذا شوف راسه الله بيحط حجر وين؟ صهيون يورشليم. تفهموا قول الإنجيل حجر الزاوية هو اللي بيلقط. إذا تتفركش فيه تتردد، وإذا بيقع عليك بيسحبك، يعني ما فيك تزيحه من قلبك، إنك تاخذ ما مصنع منه. إذا الحجر الذي رذله البناؤون صار رأسا للزاوية. ما هيك بيقول الإنجيل؟ الحجر مين؟ يسوع حجر الزاوية. كلمة حجر الزاوية هي ببيت العقد، بيت اللي بنعمل من عقد هذا الحجار، في حجر واحد فوق هو بيلقط كل العمارة. الشغلة الوحيدة بالعمارة بالعادي اللي بيلقط البنية هو الأساس من تحت، إلا بحجر العقد اللي بيلقط البناء هو فوق، هو حجر الزاوية. إذا إجا زلزال ما بيقع عليه حجر الزاوية. هلا إذا بتشوفوا حجر الزاوية كيف شكله، لا يلقط أربع زوايا، ما هيك؟ بيطلع هيك حجر الزاوية. شوفوا شوفوا روح على البيت القديم. يلقط أربع زوايا، يلقط أربع مرات. هيدا إذا بينشال بيهبط ال فإذا الحجر الذي رذله البناهون انه هيدا ما بينفع، طلع هيدا هو راس الزاويه، بلاه ما بصير في بيت، ما فيك تهرب منه، بتزيحه ما بيتعمر البيت، بدك تحطه ليتعمر البيت. شوفوا هالقراءه عهد الجديد قري عهد القديم على ضوء يسوع، ماذا فعل؟ شو رسالته؟ من هو؟ طبعا اذا بتكملوا ناخذ مثل تاني، مثلا طالما نحن بعدنا بنفس الموسم 33 من إرميا مثلا بيقول من أي 5 لأنه هكذا قال الرب عن بيوت هذه المدينة يأتون ليحاربوا الكلدانيين ويملؤوها من جيف الناس الذين ضربتهم بغضب والذين سترت وجهي عنهم هذه المدينة ها أنا ذا أضع عليها رقادا وعلاجا وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمانة وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول وأطهرهم من كل إثمهم الذين أخطأوا به إلي وأغفر كل ذنوبهم. إذا كل الفكرة بده يعملها الله يمسح عن كل وجه كل دمعة في شخص وعدنا فيه. لحين ما اجى قول ميخا، النبي ميخا سمعين فيه ميخا يعني من مثله، من مثله، يقول بالاصحاح الاول اسمعوا ايها الشعوب جميعكم اصغي ايتها الارض وملؤها ليكن السيد الرب شاهدا عليكم السيد من هيكل قدسه فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على الأرض فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان إلى مأخره.
والمرتفعات من أجل هذا أمشي لا تخبروا. يقول تجيب لكم الآية بالضبط لتشوفوها. أما أنت يا بيت لحم إفراثة، أنت الصغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا. ضيعة صغيرة زي ما الكل أنت ماشي، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، هو يرعى إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، لذلك يسلمهم إلهي حينما تكون قد ولدت والدة، ثم ترجع بقية إخوته ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهي ويثبتون، لأنه هو الآن يتعظم. من وين بيطلع هيدا؟ من بيت لحم. يسوع وين ولد؟ في بيت لحم. تعرفش يعني بيت لحم؟ بيت لحم، بيت الخبز، بيت الأكل، الحي، الخبز هو الحياة، هو اللي بيعطيكم الحياة. لاحظتوا الموضوع كيف عم بيصير بقراءة العهد الجديد لهالآيات هيدي؟ طبعا تعرفوا ملاخي، سفر ملاخي النبي يعني ملاكي هي ذاتها. شو بقول؟ أنا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. وين بالعهد الجديد؟ ها أنا أرسل ملاكي يهيئ الطريق قدامك. عن مين؟ عن يوحنا يلي إجا سبق يسوع وقتها، إجا هو أكبر منه بست أشهر. ما لما إجت العذراء عن إليصابات كان صار لها ست أشهر. إذا ويقول أيضا 23 الخلاصة، من يعبد الله ومن لا يعبده بده يواجه الله. كيف؟ ما فيك تلغيه، ما فيك تزيحه، ما بقى فيك تستثنيه وكأنه لم يكن. وهم. إذا انتقلنا إلى إشعياء، بتشوفوا إشعياء إلى مكة عفوا، وقت مقتل أولاد قتل هيرودس الأولاد من تحت السنتين، بيقول وتمت النبوءة بإرميا، راحيل تبكي على أولادها وأبت أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. مين راحيل؟ رحيل هي امرأة يعقوب. مين يعقوب؟ هو أبو إسرائيل، وإسرائيل يعني كل إسرائيل تبكي على أولادها. هاي النبوة لما قالها إرميا تحققت. إمتى تحققت؟ وقت الشعب الإسرائيلي اليهودي انضرب وإجوا سحقوه وقتلوه وهجروه. رحيل من أبرة تبكي على أولادها وأبت أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين، لأنه إجوا الأعداء وضربوهم. متى شو عمل؟ إجا حكي نفس النبوة على مين؟ على يسوع. مين صار الأعداء؟ هيرودس وأورشليم هن إجوا صاروا الأعداء. قال لهم إرميا إذا بترجعوا بتكرروا نفس الخطية ونفس الشغلة بدها تنطبق عليكم النبوة إلى آخر عمر. إنه النبوءة لا تنطبق مرة وانتهي، النبوءة تتكرر إذا تصرفك تكرر. فأنتوا وقت بتاخذوا الموقف من يسوع نفس الموقف يلي أخذوه أعدائكم من جدودكم، النتيجة نفسها. بس القصة وين؟ لأنكم
لم تسمعوا كلمة الله. إذا ولادة المسيح هي شو بالنسبة للإنجيل؟ هي أن إعلان خلاص الله قد بدأ ولن ينتهي. حتى لو لم تؤمن أنت لن ينتهي، لأنه الله قادر من الحجارة أنه يجيب أبناء لإبراهيم. ما هيك بقول؟ شوفوا أنت هي لا أبدا ترجع بعيدة، لأنه في حدا ما كان موجود. حجارة هي بالأرامي أبنية. هلا من هالكلمة فيكم تشيلوا عدة كلمات، يعني فيكم تقولوا نية، في أية، فيكم تقولوا بنية. أبنية يعني حجارة. نقول أبنية. أوكي، بس بنية تعني أبناء. بالكلمة عم بقول لهم أنت من الأبنية فيكم تعملوا بنية، من الحجارة تقدر تطلعوا أبناء. الله من الحجارة بيقدر يعمل أبناء لإبراهيم. رسم. ما عاد تفكروا إنه أنتوا لاقطينه لالله إنه بيوقف مشروعه إذا نحن ما قبلنا. ما قبلنا نوقف المفاوضات. مثل هلا اللي عم بصير مع العسكر. لا، إذا ما قبلتوا المشروع بيكمل. ما لقيت ناس بجيب حجار بعملهم الناس وبيقبلوا كلمتي. ما حدا بيوقفني، ما حدا بيحجزني بكلمتي، انا بحجزكم بكلمتي. انتم ما بتحصروني. لو انت قلت هيك، ما هو قال لهم انتم شعبي الى الابد. الابد بالنسبه لهم يعني الى ما لا نهايه. الابد عند الله طالما انت ابنك. يعني بيقدر الابد يكون نص ساعه. اذا ما في ابد فلسفي، ابد الى ما لا. الابد تبعك بيقدر يجي باللحظة اللي بترفض فيها كلمة الله. خلصت هذه. فلما حان كمال الزمان أرسل الله ابنه. مش إنه بس صار الوقت إجا الله. لا. بس إجا الله صار الوقت. مشان هيك اقروها هيك. وفيما الزمان بأوانه حضر. ملء الزمان يعني لم الزمان تلا بليرو مع. مش انه خلص الوقت ساعة. زمان. يعني مخطط الله وصل لوقت بده يتنفذ. هلا ليش وقت تنفذ مش قبل ولا بعد؟ بعد ناقص نسأل الله السرعة. انتوا رايحين على ميلاد. ثلاث اشياء. رح نشوف كل معاني العيد. من خلال النصوص الإنجيلية والنصوص الليتورجية حتى تكتشفوا معاني العيد. يعطيكم العافية.